باغي نتلاقى معايا عمار عمار معاكم مسابقة الفائز يعني ماشي فيها فريقين كل واحد جاته لنس انتوا عشرة اشخاص لكن بيكون يمكن حد ارقام عربي وانجليزي مثلا عمار بيبدا برقم عربي واحد واللي جنبه يقول عنده رقم اللي بعد لكن باللغه الانجليزيه وهي لكن على السريع اللي يتخربط شويه ولا يغلط يطلع زين فاهمين؟ يلا فاهمين ولا ما فاهمين؟ واحد بالانجليزي واحد بالعربي يلا واحد انجليزي واحد عربي نبدا بالعربي يلا عمار بري هذه تجربه أول. تجربه قوية. يلا سوي تجربه واحد اثنين لا شو المره الثانيه ما تطلع يلا سوي تجربه مره ثانيه واحد يلا يلا توعد عاد في المسابقة تو فهمتوا الواحد يركز وين تبين زين يلا بيا عمر واحد طلع من يكتب يلا كيف بعد ما وصلك دور اطلع هذا صح يلا اجلس انت كامل لكن تخربط شوي ما عليك يلا مره ثانيه واحد بيا عمر واحد تو ثلاثه خمسه سبعة مرة ثانية عمار واحد عشرة نواصل نفس الرقم بالعرق ما حاول يطلع يلا خلاص لين ما ركز يلا مرة ثانية بدي واحد اللي يوقف المرة خلاص يطلع واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة،